الخيانه، الخيانه حسيتي فيها سالي؟ حدا عمري ما تخنت على علمك. لا معيب عليك، انا كنت بعمل اختبارات وانا عبيطه. عم تعملي اختبارات؟ ملكه الفيك اكونتس، اخش اكلمه من كل الاكونت انا وانا هزهق. تعال يعني انا كذا حد من صحابي متجوزين لما اقعد مع جوزها وكده بيحبوني قوي يعني، فاهمه؟ كل واحده وجوزها مش عارفه يقول لها سالي، هتسيبي سالي، حتى هم ما يغيروش مني، يقول لك سالي هيقعد مع سالي، ان شاء الله اقعد معاهم في بيت سالي، سالي عبد السلام امان. فيجي يقول لي ايه، عارفه يا سالي مش تتجوزي ليه؟ اقول له ليه يا احمد مثلا؟ يقول لي بيكوز يو نو تو ماتش، انت عارفه كتير قوي يعني. انا عارفه العيب الرجال، عارفه ان هو كده بيكلم واحده ثانيه، ممكن اعمل فيك اكونت واخش اكلمه، ممكن اقفشه وما اقولهاش. شو بتفتكري اي ضربه عملتيه بحد وقفشتيه مظبوط؟ عملتي ايه؟ حد من كان متجوز صاحبتي وقفشته في مكان مع واحده. فببص له كده، معقول يا محمد يعني ايه؟ قال لي انت ما شفتنيش. فسيبته خالص طول اليوم وبتاع، كلمته تاني يوم في التليفون اقول لها ايه؟ لا مش عارفه. قلت له طب انا هقول لك على حاجه، انا هسيبك المره دي مش عشان حاجه، عشان انا مش عايز اخرب على صاحبتي، مش عايز صاحبتي تبقى حزينه، او مش عايز صاحبتي ان هي تقعد تفكر طب اطلق ولا ما اطلقش. بس قسما بربي يا محمد لو شفتك في مره تاني والله ما هسيبك، والله لا اعمل لك زفه بلدي. ان شاء الله محمد ومراته ما يكونوا عم يحضروك الليله. لا انا خفت عليك. لا من ساعتها محمد ماشي الف. لا انا بقى بعرف اقفشه لما بقعد اضحك يعني، ممكن يجي يحكي لي، وحتى لو عمل كده هيجي يتاسف يعني، حتى لو نفسه غرغرت بيه وغلط بساعه تخلي بساعه تجلي انا غلطت يا اخي، هيجي يعتذر يعني انه لا ما تتهبلش، لا في ليميتس كتير، انت اللي بتحطي الليميتس. مد ايدك على رجل؟ مديت ايدك؟ ضربت رجل؟ لا كنت من الناس ضربت واحد بالقلم على وشه، سفخته حته قلم يا رغده. ليه حصل ايه؟ داس على رباط الجزمه يعني. بلا سالي والله العظيم. طب ايه؟ هو داس على رباط الجزمه، قلت له كان اسمه احمد صحيح، بس عمل حته حركه، الواد ده ناصح يا جماعه. قلت له احمد لو دوست على رباط الجزمه تاني هضربك بالقلم على وشك، عشان هو بيدوس على رباط الجزمه فانا همشي فهكعبل. انت يا ابني ما ينفعش كده، ما ينفعش عبط بقى. راح دايس والناس كلها واقفه بقى، فاهم؟ عارفه لو في اوقات بتيجي تقعدي تقولي يا رب عارفه لو ارض تشقوت، لا يعني لازم، ما ينفعش انزل لنفسي كلمه. فانا مش عارفه اعمل ايه. بص يا ابني انا هضربك ولاقي تتشل ايدي، فاهم؟ ضربته وحشوه، ما كانش هيفكر يضربني اصلا، ولو كانت ايده اتمدت تاني كنت هضربه تاني. ما انا جبروت ما اعرفش على ايه، فلو هضربك تاني يعني انا في يعني، مع ان انا مش عافيه في الضرب، انا لسان طول كده. فراح كتب نمرتي على سور مدرسه، رد لك اياها الساعة عين. شابو يعني، عارفه لو كنت خدت القلم بقى بكرامتي كان احسن من اللي حصل ده. احسن كنت اتكعبلتي احسن. يا اخي اتكعبل يا اخي فداك، لكن ما حصلش كده. بس عارفه لما بتقولي كلمه ما ينفعش ترجعي فيها، دي مشكله. انا عندي كلمه ما برجعش فيها، خلصت مهما عملت، خلصت. حتى لو كنت عارفه حالك غلطانه؟ حتى لو لا غلطانه، لا غلطانه بجيب ورا، غلطانه واقول اسفه قدام الناس واجيب ورا واجري وراكي لحد ما تصالحيني، هجري وراكي يعني. مش هيفرق معايا اتقال ايه، سريع عبد السلام بتجري مثلا ورا رغده عشان رغده زعلانه منها، والله اجري وراكي بلاد واقعد اصالحك وراضيكي، لانه ليكي حق عندي. ما انا مش خايفه منك، انا خايفه من ربنا، ما هو هياخد حقك، وانا ياما اتاخد حق ناس كتير، انا بيخلص لغايه دلوقتي يعني، ناس كتير قوي ليها حقوق، انا افتريت زمان حرمت، فبقيت عارفه انه حق العبد لا، لكن لو انا مش غلطانه على جثتي انسى الموضوع، اخرك هاته.